嗯。<Thank you. S 2> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين مجتمعاتنا والتنمر الديني طبعا مصطلح التنمر هو مصطلح حديث الاستخدام ولعله مستقى من بعض او من ترجمه لكلمات اجنبيه والا فهو بالحقيقه يشير الى مضمون مركب قد يكون جزء منه السخريه وبالتالي يمكن ان نرجع الى الادبيات والايات والروايات التي تتحدث عن السخريه من الاخرين ولا يسخر قوم من قوم ايضا قد يتضمن معنى الايذاء والسخريه ايذاء ايضا. وبالتالي نرجع الى كل الادبيات التي تتحدث عن حرمه ايذاء الانسان المؤمن او الانسان الاخر. وبطبيعه الحال التنمر ايضا هو يتضمن نوع من المضايقه النفسيه والضغط النفسي للطرف الاخر نتيجه التركيز على بعض الامور ذات التقييم السلبي بمعنى هناك تقييم سلبي لبعض القضايا وهذا التقييم السلبي له مناشئ متعددة لا نريد أن ندخل فيه هنا قد يكون منشأه الجهل أحيانا قد يكون منشأه عقد نفسية أحيانا قد يكون منشأه ربما مجرد إيجاد توهين وتسقيط لأطراف معينة في الحياة هذا الأمر موجود ونجده اليوم خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الناس اليوم يقوم بما يسمى التنمر في وسائل التواصل الاجتماعي بالتعبير الدارج بيقول عم بيعلم عليه هناك تركيز على نقاط معينه المصطلح الاجنبي المستخدم هو بولينج فهناك نوع من التنقيط على نقاط معينه والتركيز عليها كان هناك نوع من القصف المركز اذا صح التعبير يعني اذا بدنا نستخدم شوي ادبيات العسكر هناك نوع من القصف المركز على نقاط محدده بهدف الايذاء بهدف السخريه بهدف التوهين تقليل الاحترام تسقيط الذات وما الى ذلك هذا الامر موجود بشكل او باخر وعندما وضعنا عنوان التنمر الديني نريد ما له علاقة بالجوانب الدينية، بالالتزام الديني خصوصا. وطبعا هذا الامر قد لا نلتفت الى انه نمارسه نحن في مجتمعاتنا الدينية، وايضا تمارسه المجتمعات غير الدينية بشكل وبآخر. وخصوصا في الازمنة المعقدة. في بعض الازمنة التي يتطلب فيها نوع من الصراع توهين الاخر نجد بانك كثيرا من المجتمعات تمارس هذا النوع عندما تقترب ايام الانتخابات نجد ان هذا الامر ايضا يصبح امر اساسي من البيئه غير المتدينه ضد البيئه المتدينه وبالعكس ايضا وفي كل بيئه ربما ايضا قد نجد البعض يمارسه تجاه البعض الاخر طبعا هناك مستويات من التنمر نحن وضعنا الحد الاقصى بمعنى ان يتطلب الامر نوع من السخريه التي تتطب، التي تستبطن وتشتمل على ايذاء للطرف الاخر، تركيز على نقاط معينه، ولكن قد يكون الموضوع اقل من ذلك، لمجرد اصدار حكم ما او مجرد لفت النظر الى ضروره فعل شيء معين كما سياتي بالامثله، هذا الامر هو اقل مستوى ربما لا يصدق عليه التنمر لكن وضعنا الحد الاقصى لنتحدث ايضا عن هذه المستويات جميعا. عن شو عم نحكي بالضبط وما الذي يجري فعليا قد نجد احيانا بعض الامثله في حياتنا امراه ربما فتاه محجبه على الموضه ماذا يقال لها عاده في البيئه المتدينه افضل لك ان تخلع الحجاب السافره او غير المحجبه هي افضل منك انسجمي مع نفسك وكوني على الصوره التي لا تبدين فيها محجبه، البعض ايضا قد يلبس ذلك لباسا معينا فيقول هذا يسيء الى صوره الجماعه، افضل لنا ان نبرز بالصوره الكامله افضل من ان نبرز بالصوره الناقصه، الاخرون ماذا سياخذون عنا اي صوره عندما يجدون هذا النوع من الحجاب، هذا امر موجود. ايضا قد تكون امراه غير محجبه ولكنها تصلي ربما بعض هؤلاء قد يصلين صلاة الليل ويصمن المستحبات وما الى ذلك ماذا يقال لها عاده في المجتمع المتدين يقال لها صلاتك ما إلى قيمه عند الله سبحانه وتعالى وهذا نوع من الضغط بالحقيقه قد ينشا عن جهل كما قلنا بحيث انه هناك نوع من عدم المعرفه كيف يراد للعقل الديني ان يتحرك او كيف التقييم الديني لهذه القضايا الى ماذا ينظر الاسلام الى ماذا ينظر؟ كيف يتعاطى مع هذا الموضوع؟ احيانا الجهل يؤدي الى هذا النوع من الاحكام. ايضا من الامثله في شخص يقول انا اصلي ولكن انا احضر حفلات مختلطه وفيها شيء من الرقص والسكر ربما وقد اشرب قيل لي بأني علي أن أترك الصلاة وهو مواظب على الصلاة وهذا حصل فعليا جاءني شخص يوم من الأيام قال لي أنا موجود في جامعة الفلانية في لبنان وأنا أعيش هذا النوع من التنوع بين الدين واللا دين أخلط الدين باللا دين التدين باللا تدين فقالوا لي أترك الصلاة صلاتك غير مقبولة فاتركها هو جاي عم يسأل عن الصلاة فقلت له لا موضوع مش هيك الاسلام لا ينظر الى الموضوع بهذه الطريقه. طبعا هذا ما بيعني انه ما تقوم به بالطرف الاخر غير هو صحيح ومبرر، لكن هناك خيط بين الامرين، هناك نظره مختلفه لهذا الموضوع خلاف ما نمارسه كثيرا في امورنا. واحد بيقول انا اصوم في شهر رمضان ولكن لا اصلي. يمكن بيصلي بشهر رمضان يمكن لا يصلي كل ايام السنه. نقول له ليش بدك تصوم انت؟ بلا ما تصوم احسن لك. صيامك باطل، وأيضا عندنا أحاديث الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. واحد بيقول أنا حجيت بيت الله وبيقولوا له فلان الحاج بيقول له هالحجة بلاها أحسن من أنك تاجر محتكر أو أنت تاجر تسرق الناس أو تخلط الحلال بالحرام أو أنك لا تزكي أموالك لا تخمس وما إلى ذلك. شو فائدة حجتك؟ طبعا بالمبدا ممكن الواحد يفكر بانه طيب نحن عندنا بعض الروايات تتحدث عن ذلك او تشير الى هذا النوع من الخلط بين القضايا وبالتالي ركعتان مثلا واحد الان عندما يكون يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر في عندنا احاديث تقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وبالتالي مبرر لنا أن نقول لهذا الإنسان الذي يحضر حفلات أو الذي قد يشرب المحرم في بعض هذه الحفلات أو المرأة غير المحجبة التي تصلي قد يقول صلاتك لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر وصلاتك لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر فأنت لا تزداد من الله إلا بعده أترك الصلاة هل هذا النوع من الأحاديث هو غرضه هذا المعنى؟ طبعا البعض بشوف هذا الحديث وممكن أن يمارس هذا نوع من الأحكام وإصدار الأحكام على الناس لكن نحن دائما بنقول عندما نريد أن نرى أو نقول الإسلام ماذا يقول مفروض أنه نحن نرجع إلى كل ما يرتبط بهذا الموضوع من آيات ومن روايات ومن أدلة مش بناخذ رواية ومنمشي على طبقها مع أنه قد يكون هناك روايات توضح جوانب أخرى من الصورة قد تكون هذه الرواية نعم صحيحه وتتعرض لجانب معين من الصوره، يعني تريد ان تقول للانسان مثلا ايها الانسان ما تعتبر بانك ستنجو يوم القيامه وتبرر لنفسك افعالا لمجرد انك تصلي، اذا تريد ان تلفت نظر الانسان الى ان من الضروري لك ان تفعل صلاتك بالطريقه التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، لكن اذا واحد ما عامل هذا الشيء ماذا تقول له؟ ماذا يقول له الاسلام؟ قد يقول له شيء اخر ما بيقول له قد عليك أن تترك صلاتك وإنما يقول له شيء آخر وهذا الموضوع اللي بدنا نعالجه اليوم فإذا عندنا كثيرا من أيضا الأمثلة فينا نشوف هذا النوع من التنمر أيضا في بين المقلدين للمراجع الدينية فلان مقلد المرجع وفلان مقلد المرجع الفلاني وفلان الآخر بيتحدث فلان من نمر عليه كما يقال ومن من له انت فما بالك بكذا وانتم كذا وعندكم كذا بلش نوع من السخريه خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ماذا بهدف ايضا التسقيط خلينا نشوف فعليا بعض اسباب التنمر سريعا ما بدنا نفوت كثير كمان بذلك احيانا المتدينون اذا مارسوا التنمر احيانا شعور بالتفوق انه انا عندي عباداتي ما شاء الله انا اصوم الواجب واصوم المستحب واصلي الواجب والمستحب صلاة الليل وأذكر الله وأنا 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 وبعد ذلك هذا الإنسان لا ما عندك هذا الشيء شعوري بالتفوق على الآخر عادة قد يدفعني إلى أن أقول له بأنه أشير إلى نقصان في إيماني أنه أنت بلا الصلاة أحسن أو بلا الحجاب أحسن أو بلا الحج أحسن وما إلى ذلك أحيانا شعور بالنقص أنا عندي مشاكل بداخل نفسي ولكن بمكان ما بدي اشعر انا اني مرتاح مع نفسي بقوم بركز على المشاكل اللي عند الطرف الاخر اللي انا قوي فيها. يعني انا بصلي منيح او امراه محجبه بشكل جيد فتركز على سلبيات الاخرين لاجل ان تشعر بانها في الموقع الامن لها مع انها تعرف في قراره نفسها او يعرف في قراره نفسه بانه يمارس الغيبه وقد يكذب على الناس وقد يكيل يبخس الناس أشياءهم في البيع والشراء وما إلى ذلك يعني عم يعصي الله بجوانب تاني لكن بيروح بركز على الجانب اللي هو قوي فيه وهذا عامل نفسي أحيانا بيلعب دور بهذا النوع من السخرية أو التنمر بالآخرين طبعا غير المتدينين في كثير من الأسباب مشابهة لكن بطرف آخر أيضا بيقول لك هؤلاء المتدينين متخلفين لذلك بصير عندنا حادثة من الحوادث بيطلع معك أنه هؤلاء ماذا يفعلون هنا ما خص بهذا المكان هذه نظرة فيها نوع ما لا نرى في هذا المكان إلا محجبات وإلا يمكن رجال دين أو, أو, أو كما يقول بعضهم هذا يختزن نظرة استعلاء على من قبل غير المتدين وطبعا ليس كلهم كذلك ليس كلهم بعضهم متواضعين أو كثير منهم يعيشون إنسانيتهم وحوار مع الآخر لكن أيضا استعلاء قد يمارس الإنسان من خلاله بعضهم الحسد في بعض الآيات القرآنية بتقول بعض أهل الكتاب كانوا يودون لو ترجعون كفارا حسدا من عند أنفسهم طيب ما أهل الكتاب مفروض يعبدوا الله سبحانه وتعالى وموحدين الله مع ذلك أنتم آمنتم بالله الواحد وكفرتم بالأصنام التي يكفرون بها لكن حسدا من عند أنفسهم لأنه عندهم مشكلة في الذات فبيقول لك أنا بلكي أنتم بترجعوا يتمنون أن ترجعوا كفارا لأجل أن يبقوا هم في الموقع الأعلى طبعا هذا عقدة نقص موجود عند هؤلاء سواء متدينين ممكن يكون عندهم عقد نقص وغير المتدينين عندهم عقد نقص كذلك لذلك منيح الإنسان أحيانا أن يرى أين هي نقاط الضعف وما هي الأسباب التي تحول دون الاستقامة في طريقة التعبير عن الآخرين لا, لا لن أدخل كثيرا في هذا سأذهب مباشرة إلى بعض ما هو من محاسن كلامهم <applause> طبعا التعبير ورد في كلام أهل البيت عليهم السلام رحم الله عبي عبدا احيا امرنا قيل كيف يحيي امركم؟ قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس فان الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. اذا محاسن كلامهم اين؟ لما بنروح بنجيب ونقرا لائمه اهل البيت عليهم السلام هذه الكلمات المضيئه التي تضيء لنا الطريق في كيفيه السير في زماننا الذي نعيش فيه وفي التعاطي مع مشاكلنا التي نعاني منها خلينا نشوف الإمام الصادق عليه السلام في حوار بينه وبين واحد من أصحابه طبعا الإمام يرسل هذا الشخص إلى مكان معين وبيجي هذا الرجل يعني مغموم ومغتم ومتضايق الإمام بيجي عم بيحاول يقيم الموقف وبتحاور هو هذا الرجل الراوي بيقول له للإمام هذا اللي أرسله الإمام إلى مكان معين بيقول له جعلت في داك نحن التقينا ببعض الناس هناك الذين هم قريبون من أهل البيت أو يوالون أهل البيت لكن نتبرأ منهم عنا منا هاي ولا لا إذا أنا أتبع هذا هذه المرجعية أو تلك المرجعية هو بيتبرأ من هول وهو بيتبرأ من هول واثنيناتهم شو يدينون بالولاء لأهل البيت عليهم السلام يدينون بالإسلام يوحدون الله عز وجل يقرؤون في كتاب واحد وما إلى ذلك فبيقولوا للإمام إنا نبرأ منهم ليش انهم لا يقولون ما نقول، يعني هم عقائدهم غير عقائدنا، بعض الاعتقادات التي نعتقد بها لا يقول بها هؤلاء، لا يعتقد بها هؤلاء ولذلك نحن نتبرأ منهم. شو بدك الإمام يجاوب هذا الإنسان؟ بيقول له يتولوننا ولا يقولون ما تقول ما تقولون تتبرؤون من منهم؟ إنه هيك؟ بيقول له نعم، الإمام بيقول له طيب عال خلينا ناخذ المعيار اللي انت حطيته هو ذا نحن فهو ذا عندنا ما ليس عندكم نحن نعرف اكثر منكم نحن ايضا في معرفتنا بالله عز وجل اعلى من معرفتكم بالله استقامتنا اعلى من استقامتكم تقوانا اعلى من تقواكم ما نعرفه اكثر مما تعرفونه هو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نتبرأ منكم هذا معيار إذا بدك المعيار كذلك ينبغي نحن أيضا أن نتبرأ منكم قال قلت لا إنه مش هيك الموضوع أبدا أوعى يعني تبرأ الإمام مني صعب القصة بيقول له الإمام وهو ذا عند الله ما ليس عندنا الله رب العالمين لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله عنده ما ليس عندنا أفتراه اطرحنا أهملنا كما تتحدث بالمعيار الذي تتحدث فيه الراوي لا والله جعلت في ذاك ما نفعل فبيقول له فتولوهم ولا تتبرأوا منهم طيب عال إذا بدي أطبق هذا الموضوع على واقع بعض الناس الآن قد يكونون في عقائدهم موافقين في شريعتهم ايضا موافقين لكن بعض الالتزامات الشرعيه يلتزمون بها بعضهم لا يلتزمون بها، شو بنعمل شو بنقول له نحن؟ بنقول له بلا ما تصلي احسن يعني اخرج من الدائره الدينيه بالكامل اذا انت مش محجبه وما بتصلي بلا ما تصلي احسن إذا أنت بتصلي ومش محجبة، إذا ما بتتحجبي كذلك اترك الصلاة، إذا أنت بتحج وتاجر لا كذلك بلما ما تحج أحسن، وهكذا. يعني عمليا ماذا نقول؟ هو نوع من التبرع نخرج هؤلاء من الدائرة الإيمانية بالكامل. ومثل ما الآخرين أيضا يمارسون ذلك. بيقول لك أنت إذا ما بتش ما بتسهر مثل ما بنسهر وبكون بتكون كول cool مثل ما بنكون نحن كول، cool مثلاً، بحسب تعبيرات هالأيام. ما بيمشي الحال بتصير بتزهق القعدة معك ولا ما تسهر معنا أحسن نفس الشيء فهذا عند الحوار بين الإمام وبين هذا الراوي بالرواية الطويلة في قصة بيذكرها الإمام بيقول له أعطيك مثال بيقول له في واحد غير مسلم جاء شخص مسلم وأقنعه بالإسلام إجا لعنده أمتى أقنعه بالإسلام أخونا على إجا لعنده أيمتى وقت السحر دق على الباب قال له قم وتوضأ شو بدك قال له متوضأ خلينا نروح نصلي هلا مستحب صلاة الليل وأن نصل السحرة بالفجر راح أخونا توضأ وراح معه صلى ما شاء من الصلاة وطلع الفجر صلوا الفجر قام بده يحمل حاله يروح على بيته قال له لا, لا لا لحظة شوي خلينا قاعدين النهار قصير خلينا نبقى شوي بالمسجد نذكر الله للظهر منصلي الظهر نفس الشيء خليه بالمسجد صلى الظهر بعد شوي قال له ما عاش في كثير لوقت العصر منصلي العصر بعد ذلك قال له ما عاد في من الباقي من النهار قد ما مرق ما بقي اقل مما مر من النهار فخلينا ننطر للمغرب نطروا للمغرب صلى العشاء كذلك نطروا للعشاء راح على البيت اجى ثاني يوم دق عليه على السحور شو قال له؟ قال له متوضا وامشي قال له ليك انا شخص هذا الدين بد بده شخص فارغ فالتمس لهذا الدين شخص اخر انا عندي انا مسكين وعندي عيال وبدي استرزق انت جاي بدك واحد فارغ بيقول الامام ادخله في شيء اخرجه منه احيانا بدنا نحن شو بدنا؟ بدنا هذا الانسان يلتزم بالكامل لكننا نتحدث معه باسلوب نريد أن ندخله في شيء فنخرجه من ذلك الشيء الذي نريد أن ندخله فيه. بدك تخليه يلتزم بالكامل بتروح بتقله له بلا ما تتحجبي أو بتقله للوحدة بلا ما تتحجبي أحسن إذا أنت عندك حجابك على الموضة أو بلا ما تصلي إذا أنت مش محجبة أو بلا ما تحج إذا أنت ما عندك مشاكل مالية مع الحقوق الشرعية وما إلى ذلك. أحسن لك تكون برات الإيمان والتدين إذا أنت بدك تقلد المرجع الفلاني مثلا شو بنكون بدنا؟ يمكن بقرارة أنفسنا نكون صادقين بدنا إياه كامل بدنا إياه إنسان كامل من جميع الجهات بتدينه هلا ما بعرف إذا نحن كاملين يعني أحيانا عندما نعظ الناس هل لا نحتاج نحن إلى الوعظ؟ فيدخله في شيء ولكن عندما يريد أن يحمله أكثر من طاقته في ذلك الظرف اللي هو فيه يخرجه من نفس ذلك الشيء الذي يريد ادخاله فيه، هذا الامام عليه السلام بيعطيها الروايه لهذا الشخص فبيقول له انتم انتبهوا شوي بس تروحوا تحكوا مع الناس هؤلاء الناس مختلفون في ظروفهم، مختلفون في ما يتحملونه من الاشياء، قد يكون الانسان عنده ظروف تمنعه من شيء ولا تمنعه من شيء اخر، تريد ان تربط كل الامور ببعضها بحيث اما ان يكون لديك كل شيء او لا يكون لديك شيء فانت تكون مثل هذا الانسان الذي يريد ان يدخله اما بتروح بتاسلم وبتفوت على الدين وتصلي كل الصلوات بالمسجد بهذه الطريقه وتقعد بالمسجد ايضا كل هذا الزمان واما انت خارج الدين قالوا لا اروح شوف الدين هذا بده احد ثاني غيري انا لا استطيع اي انظر الى ظروف الناس في روايه من اروع الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام بيعطي قاعدة في الموضوع بيقول الإيمان مثله مثل السلم هلا أنا جبت صورة لسلم خشبي قديم أيضا مش مش جالس منيح وشيء أطول من شيء وخربان مطرح ليش؟ لأنه ممكن يكون فعلا نشوف الآخرين بهذا النوع من كما نرى هذا السلم شوي خربان ب... ملافظه شوي مع الناس بعلاقاته صلاته شوي بأسرع فيها بقطش بالصلاة بيصوم منيح أحيانا وبيصوم مش منيح أحيانا وهكذا من هذا النوع بنشوفه مثل ما من بنشوف هذا السلم على كل حال هاي بالصورة بس الرواية من أهم القواعد في كيفية التعاطي مع الناس الذين نريد أن نتعامل معهم إيمانيا أو أن نقيم إيمانهم أو أن نطلب منهم أشياء ليفعلوها أو أشياء ليتركوها عم بيقول الإمام إن الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة درجة درجة ما حدا بيطلع على سلم ما عشر درجات حتى إذا بدنا نطلع بالأسانسير نطلع أيضا أول بعدين ثاني بعدين ثالث وهكذا يصعد منه مرقاة يعني درجة بعد درجة بعد مرقاة فلا يقولن صاحب الاثنين، يعني اللي هو واقف على الدرجة الثانية، لا يقولن لصاحب الواحدة أو الواحد اللي هو تحته، لست على شيء لأنه أنا شايف غير ما أنت شايف، وأنا عندي غير ما أنت عندك، وأنا بمارس عبادات أنت ما بتمارسها وأنا طريقتي بالتعاطي مع الناس غير أنت أحسن منك أنا أفضل منك لا يقول أن صاحب الاثنتين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشر بمعنى أنه أيضا اللي على الثالثة لللي للي على الثاني أنت لست على شيء وبيقوله للأول أنت لست على شيء واللي فوقه بيقوله للثاني اللي تحته كذلك حتى يصل إلى العاشر مش عشر درجات يعني الأئمة عليه السلام أيضا لا يقولون لمن هم دونهم وهذا اللي بيّن معنا بطريقه الامام عليه السلام بوعظ ذلك الانسان فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك اذا انت شايف حالك عندك تدين احسن من اللي تحتك ما في ناس فوقك عندهم تدين احسن منك فاذا انت اعتمدت هذا الاسلوب فاسقطت من هو تحتك واعتبرته ليس على شيء وما خصوا من الدين في شيء لمجرد انه لا يمارس ما تمارس فأنت عند إذن يمكن أن يأتي بنفس المعيار شخص فوقك فيسقطك ويعتبر أنت أيضا خارج الدين كلية وإذا رأيت من هو أسفل منك شو بنعمل من هاي مهمة هاي النقطة لأنه هذا مش معناته مثل ما بدو هالأيام بصير من الناس شو أنه لا ما إلك معه هو حر يعمل اللي بده إياه لا مش معناته أنه عم يعمل صح مش معناته أنه المصلي الذي يصلي ويشرب الخمر ببعض الحفلات انه عم يعمل صح هذا لا يبرر ذلك لكن هذا الموضوع وين عم بنركز عليه؟ انه انت ما دام متعلقا بطرف برحمه الله عز وجل ما تقطع له هذا الطرف خلي له هذا مما يمكن ان يرجع اليه يوما ما يمكن هذا الموضوع بلحظه من اللحظات يخليه ينسحب على كل الافعال الباقيه يلاقي حاله هو بلحظه ما بعض الظروف اللي كانت ضاغطه عليه من ميلي راحت فاذا به هي الصلاه رجعت شو؟ فعلت كل الجانب الايجابي بكل شخصيته وترك كل شيء، ما في ناس صاروا عملوا هيك؟ بينما اذا قطعنا هذه الصله مع الله وما خلينا له خيط يتعلق به برحمه الله او فيه برحمه الله شو بصير؟ ما في شيء بعدين يخليه يجلس، ما هو خلص راح قد يصل الى مرحله شو؟ يختم الله على قلبه ولذلك يقول و... واذا رايت من هو اسفل منك بدرجه فارفعه اليك برفق ولا تحملن عليه ما لا يطيق في عنده ظروف هذا الانسان اذا بتحمله ضمن هاي الظروف من دون ما تراعيها بتحمله انك اما ان تكون كذلك مثل ما عمل هذا صاحبنا بهذا الرجل شو قال له امشي على صلاه الليل خليك لصلاه الفجر للظهر للعصر للمغرب للعشاء قال له يا اخي انا عندي شغل وايضا كذلك بعض الناس قد يمارس شيء من الدين ولا يمارس اشياء نتيجه جهل بعض الناس قد لا يمارس اشياء نتيجه ضغط اجتماعي بعض الناس يوم من الايام امراه كانت هو نقل لي سالها انه الحجاب احسن يمكن حجابك حجاب ابناء بناتك يكون افضل بهذه الطريقه طلع الموضوع اقتصادي هي لا تستطيع ان تشتري نوع معين من الثياب مثلا ربما تحتاج إلى مساعدة مادية في ظروف معينة مختلفة للإنسان ومع ذلك إمام بيقول لك وإذا رأيت من هو أسفل منك فارف بدرجة فارفعه إليك برفق ولا تحملن عليه ما لا يطيق فإن من كسر لأنه بس تحمل على واحد أكثر مما يحتمل تكسره وإن من كسر مؤمنا فعليه جبره هلأ المصيبة وين؟ أنه أحيانا قد نبقى بهذا النوع من ال... الحكم على الآخرين وتصويب الآخرين ونعتبر أنه عم ننصح الآخرين وعم نهدي الآخرين ونحن نكسر الآخرين إلى الحد الذي يصبح فيه الجبران بعد غير موجود يعني إذا قطعنا لدى هذا الإنسان كل الحبال بينه وبين رحمة الله وهداية الله عز وجل بعد شو بدك تجبر لا تجبر أنت كسرته هشمته تهشيما ما تركت له بعد أي باب يمكن أن يدخل إليه وبالتالي هذا من أهم القواعد في التعامل مع الآخرين برجع بقول هذا لا يعني انه والله نحن كل ما يفعله الاخرون قلت انا هالايام انه هذا كله مبرر لا مش هيك ومن فاضل من فاضل بنقول له معناتها هذا عم بيصلي فخلص اهم شيء والايمان بالقلب لا كل شيء كل شيء بحسابه بالدين الدين في شيء بالجمله وفي شيء بالمفرق الله بحاسبنا بالمفرق هاي شو عملت فيها وهاي شو عملت فيها هنا ماذا صنعت وهنا ماذا قلت وهنا ماذا فعلت بالمفرق على الأقل خلي رحمة الله في رواية جدا مهمة أيضا عن الوسواس الخناس الله سبحانه وتعالى نزل آية بالقرآن الكريم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فبيقولوا أن الشيطان طلع معه أنه شو هذا خرب علينا كل الشغل إذا الحسنات يذهبن السيئات يعني إذا الصلوات يذهبن السيئات اللي قبلها هذا الله سبحانه وتعالى محاوط الانسان بخمس صلوات في اليوم. طيب شو ما يعصي الانسان؟ نحن شو اللي بدنا اياه؟ الشياطين يقولون، شو اللي بدنا اياه نعمله نحن؟ بدنا الانسان ان يعصي الله عز وجل، طيب اذا اجت اذا عصى الله واجت الصلاه اللي بعده. عصى الله بالليل إجت, اجت صلاه الفجر. الحسنات يذهبنا السيئات. اجت صلاه الظهر ايضا مسحت ما قبلها وهكذا. طبعا المسح مش اوتوماتيكي، بس على كل حال هي تعطينا هذا ال هذه الساعه لرحمه الله عز وجل طيب شو يعني معناتها خرب علينا كل الشغل من لهذه الـ الـ لهذا النوع من الرحمه الالهيه مين بيقدر يسكر الباب قال له الوسواس الخناس انا انا له شو بتعمل قال له نحن بنخلي الواحد بنضل نزين له ونوسوس له لحتى يعصي وبس يعصي بنضل نزين له ونزن على راسه لحتى يسوف الصلاة والتوبة ويؤخرها حتى يهملها فإذا أهملها بعد لا حسنات ما في إلا سيئات فمنخليه يترك الصلاة يعني شو؟ يعني منقطع له كل الحبال بينه وبين الله عز وجل إذا في حبل شوي الله عم يرحمه من خلاله منقطع له إياه كذلك من خلال شو؟ من خلال الوسوس بعض الناس بعض الناس قد يمارسون بشكل غير مباشر يمارسون هذا النوع من القطع لحبال السماء والرحمة لله إن الحسنات يذهبن السيئة خلي الحسنات موجودة فلاني مش محجبة لكنها تصلي خلي هذه الحسنة فلعلها تذهب هذه السيئة في يوم من الأيام هيك بنقدر نفهم أكثر الآية بشكل عملي وواضح ومنسجم مع كل القواعد الأخرى لأنه آخر شيء مش معناتها مثل ما قلت بشكل أوتوماتيكي أنا بصلي صارت مع حائي خلاص فإذا بيطلع بالإنسان ماشي حاله يعني بيقدر يعمل اللي بده إياه بين الصلاتين وبيمشي الحال لا مش هيك القصة إن الحسنات يذهبن السيئات بمعنى أن لا نغلق على حياة الإنسان على شخصية الإنسان على سلوك الإنسان على توجه الإنسان أن لا نغلق عنه كل أبواب الحسنة بل أن نبقي ولو باباً واحداً خيطاً واحداً من خيوط الحسنات حتى يكون هذا الخيط في يوم ما في لحظة ما في ظرف ما يمكن أن يذهب السيئات جميعا وهذا حاصل وبالتجربة نجد أمامنا الكثير من النماذج إنسان بتلاقيه بتردد على المسجد بيصلي وغير هيك بتروفه بالسوق من أهم المحتكرين من أهم المرابين بتقول حج فلان ومسبحته وعدة الشغل تاعيته المسبح والسجد وما إلى ذلك وبتلاقيه هذا أكبر مرابي موجودين بالحياة لكن يوم الأيام بتلاقي هذا الألم إجت ظرف ما جاءه بلاء ما فنبهه عنده الرصيد الإيجابي إجت الحسنات رجعت صوبت له حياته بشكل أو بآخر إن الحسنات يذهبن السيئات ما نخلي كل حياته كل حياته سيئات طبعا بالمجتمعات الدينية إذا بدي لخص البوصله في كيفيه تعاطي المجتمعات الدينيه مع هذا النوع من الحالات ينبغي ان يكون على الشكل التالي اولا ان تكون لدينا روحيه الهدايه للاخرين بعضنا بيكون عنده لا احيانا بيكون عنده حسد للاخرين احيانا بيكون عنده ضيق صدر من الاخرين احيانا بيكون عنده حقد على الاخرين بلبس لبوس الهدايه طيب كيف بتعبر عن هاي الهدايه تريد الخير له في قواعد للهدايه وحده من هاي القواعد حكيها الامام عليه السلام لأكدت عليها الآية القرآنية كذلك خلي له طرف من أطراف الخير من أطراف الحسن والحسنات حتى يذهبنا السيئات روحية الهداية تكون موجودة عند الإنسان وليست روحية التدمير والطرد من داخل الدائرة الإيمانية من أهم الأمور أن ندرس ظروف الطرف الآخر لحتى نحدد بالضبط أين هي المشكلة طيب هو بالمبدأ اللي عم بيصلي واللي بيصلي صلاة الليل مش بس عم بيطيع الله عم بجاهد نفسه لأجل هذه الصلاة طيب أين هي المشكلة؟ ليش مثلا لا يلتزم بأمور أخرى؟ ليش امرأة مثلا تصلي صلاة الليل لكن لا تلتزم بالحجاب؟ إذا المشكلة معرفية فإذا بنحدد ما هي ما هو الظرف الذي يمنعها من ذلك؟ يمكن هي ما بدها تعصي الله لكن في حدا زرع لها برأسها بأن هذا غير واجب كما يحصل هذه الأيام أو لا قد تكون مشكلة اقتصادية واحد عنده مشكلة بأنه ما بيحصل على عمل إلا إذا إلا إذا شلحت الحجاب كذلك قد تكون مشكلة أيضا لا علاقة بالمشكلة اجتماعية بعض الناس بالعقليات القديمة أنه هاي أمتى بتتحجب بس تتزوج لأنه إذا ما تحجبت ما إذا تحجبت بكير ما بتتزوج في عندك شتى تجد لما نبلش ندرس كل حاله من الحالات على حده تجد بان هناك كثيرا من الظروف التي تمنع الانسان احيانا من شيء وتجعله يقبل على شيء اخر، بتلاقيه بيصلي مثل اخونا بيصلي وبيجي بيقول لك انا بروح بحضر حفلات والله و... اعلم ماذا يحصل فيها. طيب ما هي الظروف التي ادت بهذا الانسان انه يتركب بهذه الطريقه؟ طب انا اذا عندي روحيه الهدايه بلاقي هذا الانسان عم بيصلي وبعده عم بيصلي وهو شاعر انه عنده مشكله في انه عم ينقل له انه انت روح ترك الصلاه لانه صلاتك غير مقبوله طيب روحيته بهذا الجانب على الاقل ايجابيه او لا انا اذا عندي روحيه هدايه لهذا الانسان بدي حافظ له على الجانب الايجابي لحتى خلي هذا الجانب الايجابي يبدا ليؤثر هذا الانسان شو بنقول له روح اترك صلاتك والله بنقول له لا صلي وخليك صلي حتى لو انت كذلك لكن عليك ان تعرف بانه انت عم تصلي عم تقول له الله اياك نعبد لما بتقول له اياك نعبد يعني في كل شيء لما بتقول له اياك نستعين اطلب من الله العون انه يعينك على هذه الامور الاخرى لانه لازم يكون واضح عنده انه هذه الامور الاخرى هي لا يرضاها الله عز وجل الوضوح امر اساسي مش تبرير كل شيء خلط الدين بالكفر مش الحال لا مش هيك كما يحصل هذه الأيام لا هذا شيء وهذا شيء وما نقارن مش معناته واحد بيصلي خلص مش الحال إذا ما لم يلتزم بالأمور الأخرى النبي بيقول لك هذا كبيرة أو صغيرة النبي صلى الله عليه وآله كان يوم أيام في الصحراء الصحراء شو فيها غير رمال قال له نروح اجمعوا حطب يا رسول الله ما في حطب انت شايف الصحراء قدامك اجمع كل واحد ما يستطيعه ذهب كل واحد في اتجاه واحد جاي بعودها بهالحجم واحد اكبر شوي واحد اصغر شوي وجمعوا فاذا بها جمعوا شيء الكثير قال هكذا تجتمع محقرات محقرات الذنوب فتكون كبار فتكون كبارا صغيره ورا صغيره ورا صغيره ما هي اخذ شيء الاثم وين إلنا بالقلب بتاثر الانسان من الداخل طيب الان اذا عندك الان وسخ هلا واحد جايب سياره جديده تحفرت شوي بعدين شوي بعدين شوي يصير بدها دهن بويه بعدين وهكذا امور كثيره وبالتالي الانسان ما يستهون احيانا الصغيره كما يقارن البعض لا هذا لا يبرر ذلك نعم هذا شيء ايجابي صلاتك شيء ايجابي لانها عمود الدين خليك وثابر عليها شو ما كان عندك مما يجعلك تعصي الله في جوانب اخرى لكن خليك ما دام انت معتقد هذا الامر وثابت على هذا الأمر امشي فيه وبلش نشتغل من هذا الأمر أن يذهب وعلى قاعدة أن الحسنات يذهبن السيئات ولذلك الوضوح مسألة أساسية مش معناتها بيصير الحرام حلال لأنه والله واحد يقوم بشيء إيجابي معناتها الشيء الآخر صار بطل سلبي لا بضل سلبي الوصل للقطع خلينا نشتغل على وصل الناس برحمة الله لا أن نقطع الناس عن رحمة الله إذا واحد عنده خيط خلي له هذا الخيط عنده خيطين خلي له هذان الخيطان إذا عنده أكثر خلي له وفعل هذه الخيوط لكي تؤثر على الجوانب الآخر أيضا نتواضع كلنا خطاؤون كل ابن آدم خطاء نفتح باب التوبة نسهل باب التوبة نترك الآخرين مجال نعين الآخرين نرفع الآخرين إلينا إذا كنا نشعر أنه عندنا ما ليس عندهم نرفعهم إلينا برفق بكل وضوح ولكن بكل أيضا موضوعية بكل تفعيل لكل الآليات والإمكانيات اللي بتخلي الإنسان يتحول من جانب إلى جانب إذا جاهل منقنعه نتحاور نحن وياه يوم واثنين وثلاثة ومرة واثنين وثلاثة وهذا كان يحصل ويحصل في كثير من الأحيان بدها صبر لتطلع واحد أحيانا من درجة إلى درجة ما شاء الله بده أحيانا يمكن تترك واحد سنوات أنا بذكر يوم من الأيام أحد زملائنا اجتهد فيه هلا ما كان مبين عليه هذا التدين بالمدرسه ولا نحن يمكن كنا هالقد لكن جينا شفته يوم من الايام بين هون قال ايه والله وينك سافرنا على البلد الفلاني شو شو عملتوا شو سويتوا قال والله ما بخفيك انه اول سنه ذهبنا بالاتجاه بعيدا عن الدين لكن رجعنا جلسنا والفضل للمدرسه اللي كنا فيها كان بمدرسه اسلاميه وفي شيء موجود بذره معينه موجوده هلا هاي البذره شوي غطتها رمال وتراب وبطلت تنسأها منيح لانه راح على مكان اخر صار في ظروف اخرى مختلفه لكن رجعت هذه الظروف بلحظه من اللحظات خلي هذه البذره موجوده نحن كلنا بحاجه الى ذلك اذا نحكي عن المجتمعات غير الدينيه في عندي ثلاث امور اساسيه ينبغي ايضا ان يتعاطى فيها الانسان اللي بده يتوب وبلش يتنمر عليه في المجتمعات غير الدينيه، رفقاته احيانا. أي شو انت والله عامل شيخ؟ بلشت تروح على المسجد؟ واحد ما كان يصلي صار يصلي. شو عامل لي شيخ وجاي عم توعظنا وجاي عم ترشدنا، شو عامله انت شو؟ خلي لك شوي بلا ما تتحجبي هلا انطري تروحي على الحج تتحجب وهكذا بنسمعهم كلهم سوا. وعلى السوشيال ميديا حدث ولا حرج. يجب العمل على قوة الداخل. يعني الإنسان اللي بيتأثر بالآخرين أكيد كل منا يتأثر بال لما بيتعرض إلى سخرية وبيتعرض إلى ضغوطات نفسية بيتأثر بالنهاية لكن هذا لا يعفينا من أن نعمل على تقوية داخلنا، قوة الشخصية أساس في ناس بتضلها هي واقفة وثابتة إلى أن تغير كل ما حولها لكن هذا يتمتع بقوة جبارة هل القيادات الاستثنائية شو بيكون عنده طاقة في داخله يمكن ان يحرك كل الناس من حوله وضل ثابت مهما تعرض لتحديات وضغوطات واهتزازات بضل ثابت لحتى الاخرين يغيروا مش هو يغير مش كلنا هالقد يمكن لكن على الاقل يتقوى الانسان اذا قادر انا اشتغل على القوة الذاتيه وعندي اياها فاذا انا بدي اتحكم بالاخرين ضغوطاتهم بدي احطها اخر شيء بحجمها اذا بدي اقوي حالي كذلك في عندي شيء اخر لازم اشتغل عليه وهو تعزيز الظروف من حولي أنا ما في الآن إذا عم بتعرض لتنمر أو متعرض لسخرية وضغوطات من قبل مجتمع ورفاق لا يريدونني أن أتوب ولا يريدونني أن أصلح حالي أنه أنا أبقى هون وما أكون عندي قوة أتقوى بها مجتمعك الإيماني وين؟ أنت صرت عندك جزء منه؟ جزء من هذا المجتمع الإيماني أصبح يعنيك بتقويتك في ما تقبل عليه بطلت تصلي كنتش تصلي صرت تصلي مجتمعك الإيماني ممكن يقويك وبالتالي تعزيز القوة الداخل من خلال أيضا ظروف الخارج وبدنا نضبط الضغوط كما يقال إذا في رفاق نحن نسهر معهم 12 ساعة باليوم خلينا نقلل هالساعات إذا في رفاق نسهر معهم في أماكن معينة وبتضغطنا هاي الأماكن وتجعلهم أقوى علينا في هذه الأماكن إذا خلينا نكون معهم بأماكن أخرى مثل ما الله حكي عن مين عن الأبوين قال وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما لكن وصاحبهما في الدنيا معروف، ما حدا عم بيقول انسان بس يتدين يروح يترك رفاقه ويعمل حاله يحجز حاله باطار جيتو معين وخلص يسكر على حاله، لا، في ضل انسان طبيعي مع الاخرين، لكن بده يكون كثير موضوعي لانه الانسان يتاثر دائما بالبيئه، اذا ما عنده روافد ايمانيه بيضعف، واذا ايضا عنده ضغوطات متزايده كذلك يضعف في نهاية المطاف هلا هل اللي نحن أشرنا لإلى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم هلا الله قالنا آخر شيء فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمرهم انطروا لتتغير الظروف حاولوا اهملوا الموضوع وما تتسمعوا عليهم هلا بيجي واحد من ضغط عليه كل شوي اذا عم يتعرض لتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي، كل شوي بيفتحوا يا اخي ما تفتحوا، سكروا هلا ثلاث ايام بتزهق العالم، بتروح على موضوع ثاني. انت عم تتعرض الان وعم تنضغط نفسيا، ما تضلك تضغط حالك كذلك، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، والحمد لله رب العالمين.